السلام عليكم. كلامنا النهاردة عن واحد من اكتر اللاعبين المحترفين حبا للنادي الاهلي، لاعب اتظلم بشكل كبير، كان قادر يقدم كتير جدا للنادي الاهلي، ولكنه بسبب مشاكل مع المدير الفني وبسبب عقدة المدير الفني ما كملش. رحلتنا النهاردة الى السنغال، تحديدا الى نادي كاسا سبورتس اللي بدأ فيه اليو بادجي. لعب معهم من 2015، بعد كده انتقل في 2017 لناشئين نادي ديوجور السويدي. لعب مع فريق تحت 21 سنة في الوقت ده، لعب 17 مباراة، سجل فيهم 12 هدف وعمل 3 اسيستات، وبعد تألقه ده اتصعد للفريق الأول، لعب معاهم 54 مباراة بعدد دقايق لعب 2379 دقيقة، يعني تقريبا لعب 25 مباراة فقط بحسب دقايق اللعب اللي أنا قلتها لك، وسجل في الفترة دي 15 هدف وعمل 4 اسيستات. كانت بداية جيدة جدا لأليو بادجي في الملاعب الأوروبية، وقدر يظهر نفسه بشكل كبير، وقدر يظهر قدراته ويسجل أهداف في أول مراحل حياته جيدة. وانت بتتكلم على اللاعب عنده 21 سنة في الوقت ده، وكان قادر يساهم في 19 هدف في 25 مباراة، لا فعلا كان لاعب جيد ولاعب خامة محترمة. المهم، رحل عن النادي ده في سنة 2019 الى نادي ريبيت فينا في الدوري النمساوي، لعب معهم 34 مباراة بمعدل 1826 دقيقة، يعني تقريبا 21 مباراة، سجل فيهم 9 اهداف وعمل 3 اسيستات، وتألق جدا مع الفريق ده، وكان لاعب مؤثر وايجابي مع الفريق بالنسبة لعدد دقائق لعبه. لعب معاهم موسم واحد فقط في الفترة دي، ثم شافوا النادي الاهلي وكان معجب باللاعب جدا، وركز معاه بشكل كبير علشان يتعاقد معاه في موسم 2020، وقيمة التعاقد وقتها كانت 2 مليون يورو، وكانت بالمصري ما يعادل 35 مليون و200 الف، لان الدولار وقتها كان ب 17 جنيه و60 قرش. وبالفعل انضم اليو بادجي للنادي الاهلي، وشارك مع النادي في 25 مباراة بمعدل 1281 دقيقة، يعني تقريبا بحسب دقايق اللعب 13 مباراة. قدر يسجل في الفترة دي 4 اهداف وقدر يصنع 8 اهداف، وحط في الحسبان هنا انه مهاجم، ولكن كان لاعب جماعي بشكل كبير، وانا فاكر له مباراة قدم فيها عظمة في الملعب فعلا، وكان اخطر لاعب في النادي الاهلي، والمباراة دي كانت امام نادي الزمالك وللأسف خسرناها بنتيجة 3-1، ولكن بادجي تحديدا في المباراة دي قدم مستوى كبير جدا، وكان فعلا بيحاول وبيحارب لوحده. وطبعا اللي مش فاكر المباراة دي اللي بادجي عمل الباص داخل منطقة الجزاء لمروان محسن اللي كان ممكن يسجلها هدف، ولكن عمل نفسه من بنها وساب الكورة ومرضيش يكمل عليها لانه كان فاكر انه كان اوفسايد للأسف يعني. المهم، الفترة اللي لعبها مع النادي الاهلي كانت مع رينيه فايلر، وفي الفترة دي في مباراة جمعت ما بين النادي الاهلي وسان داونز في جنوب افريقيا. المباراة دي انتهت بالتعادل، وعلي معلول اللي سجل هدف النادي الاهلي. وفي المباراة دي تحديدا حصل مشادة ما بين اليو بادجي وبيتسو موسيماني، وطبعا نسينا وخلاص الموضوع اتقفل، وتلف الايام وتدور الايام، وبيتسو موسيماني يتولى تدريب النادي الاهلي بدلا من رينيه فايلر، واليو بادجي موجود في النادي. واول قرار اتاخد وقتها من بيتسو موسيماني رحيل اليو بادجي. وطبعا لك حق انك تقول اللاعب مش هيشارك معاك، ولكن ملكش حق انك تقول هيرحل. علشان كده النادي الاهلي عرض على اليو بادجي كذا عرض اعاره، واللاعب رحب جدا وقال لك ماشي مفيش مشاكل وهطلع اعاره. في نفس الوقت ده كان عندنا جيلاردو اللي قال لك انا عايز العقد بتاعي وهمشي فري، علشان النادي كان عايز يمشيه في الوقت ده، وبالفعل مشي فري وخد العقد بتاعه. لكن اليو بادجي ما عملش كده. في الموسم اللي بعد جيلاردو على طول جونيور اجاييه عمل نفس العمله بتاعه جيلاردو، وقال لك برده عايز العقد بتاعي وهمشي فري، وبرده اتحط في قائمه الانتظار وخد العقد بتاعه ومشي فري. المهم، بادجي تمسك بحب جمهور النادي الاهلي ليه، وطلع اعاره ووافق على اعاره رغم انه ما خدش فرصه لعب كبيره. طلع اعاره وقتها الى نادي انكاروكو في الدوري التركي، شارك مع النادي ده في 13 مباراه بمعدل 768 دقيقه، يعني تقريبا 9 مباريات فقط، وقدر يسجل فيهم 3 اهداف.
قيمة الإعارة دي كانت وقتها 700,000 يورو، يعني تقريبا بالمصري 12,320,000 جنيه مصري، وده طبعا كان مبلغ كويس في الإعارة، وكان مبلغ قادر يغطي تلت المبلغ اللي اتدفع فيه. خلص الإعارة واتاخد رأي موسيماني، وموسيماني رفض عودة بادجي مرة تانية، والنادي الأهلي قرر انه يطلع اللاعب إعارة مرة كمان الى نادي إميان الفرنسي بقيمة 700,000 يورو برضو، ولكن المرة دي مع تفعيل بند الشراء، والتفعيل هيبقى ب1,800,000 يورو. المهم بادجي تألق بشكل كبير في الموسم ده مع نادي إميان، ولعب معاهم 34 مباراة بمعدل 2335 دقيقة، سجل فيهم 14 هدف وعمل 3 أسيستات. وبعد تألقه ده مع إميان الفرنسي قرر انه يفعل بند الشراء ب1,800,000 يورو، وبكده النادي الأهلي دخله من وراء أليو بادجي 3,200,000 يورو، يعني تقريبا بالمصري 56,320,000، وده كان رقم كبير غطى الرقم اللي جاي بيه أليو بادجي، وطبعا دي الأرقام اللي موجودة على ترانسفير ماركت. بعد ما تألق مع إميان انتقل بعد كده إلى نادي بوردو الفرنسي اللي كان بيلعب في الدوري الممتاز، وكان ليه تاريخ عظيم في الدوري الممتاز الفرنسي، وبالمناسبة ده النادي اللي بيلعب فيه في الفترة الحالية، والدوري ملعوب فيه 13 جولة حاليا. هو لعب 8 مباريات منهم بمعدل 345 دقيقة، يعني تقريبا 5 مباريات فقط، وقدر يصنع هدفين وما سجلش ولا هدف. الجميل في الموضوع واللي عايز اقوله ان أليو بادجي خامة مميزة كانت تقدر تدي اضافة للنادي الاهلي وتفيده لمدة 5 أو 6 أو 7 سنين كمان، لانه اللاعب لسه صغير، لسه عنده 25 سنة، ولما مشي من الاهلي كان عنده 23 سنة، يعني كان قادر يقدم مواسم ممتازة، وكنت ممكن تستفاد منه بشكل اكبر سواء فنيا او حتى ماديا بعد ما تيجي تبيعه. ولكن بيتسو موسيماني كان ليه رأي تاني خالص. انا شخصيا بعشق أليو بادجي بسبب حبه للنادي الاهلي واخلاصه للنادي ده، وشكرا جدا يا بادجي على الاضافة المالية اللي انت ضفتها لنا وحبك لجمهور النادي الاهلي. لو هنتكلم فنيا بقى وكان ازاي هيقدم اضافة للنادي الاهلي وحتى مع موسيماني، انت بتتكلم عن موهبة كبيرة كان ممكن يضيف للنادي الاهلي بشكل كبير. مهاجم فعال كان قادر يقدم حاجة، لانه لاعب قوي وحريف بيشوط برجله الاتنين، تحركات مميزة داخل منطقة الجزاء، لاعب سريع ارتقاءه عالي ما شاء الله، بيلعب ضربات الرأس بكل امتياز. لا فعلا كواليتي ممتاز جدا، لاعب اشبه باللعيبة الفراودة العمالقة اللي بتطلع وتخبط، وهيدر زعالي وفي نفس الوقت سريع وشويت على الجول. لا فعلا أليو بادجي احنا خسرناه بشكل كبير، ولكن اتمنى له التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه في مسيرته، اتمنى في يوم من الايام اشوفه في اندية كبيرة في اوروبا. وبكده اتكلمنا عن أليو بادجي واللي قدر يحسب بطولات في النادي الاهلي وجزء من تاريخ النادي، قدر يفوز بالدوري المصري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا مع النادي، وكمان خلال مسيرته قدر يفوز بكاس السويد. اتمنى التوفيق ان شاء الله في الفترة اللي جاية، وانا بقول لك بادجي ستايل مهاجم قناص ولاعب بخامة محترمة جدا. اخيرا اكتب لي في الكومنتات رأيك في فنيات أليو بادجي، وهل هو لو كان كمل مع النادي الاهلي كان هيكون مفيد ولا لا. واخيرا هو اعتفل الحلقة قبل ما توحد الله لا اله الا الله، وصل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي. اشوفكم بخير، سلام.